والتضامن دائما حاضر بين الأوساط المغربية. وجول جول أول يا وليدي الكارتي. الكارتي يفاجئ دفاع تالبركان مبكرا في حدود الدقيقة الخامسة. مشاهدي الكرام الوداد يضرب بقوة مع الدقائق الأولى طريق وليد الكارتي. ارتقاء ولا أحلى من وليد. سنشاهد الإعادة اللي تو كنت تتحدث عن استقبال بركنة لنظرائم الوداديين. تأتي أول كرة وأول فرصة وأول عرضية من الجهة اليسرى. هي الصورة انطلقت من وليد، مشات لميشيل باباتوندي، وصلت لإسماعيل، حتى اسماعيل، عرضيه من اسماعيل وبالراس وليد الكاتي. خروج كان خاطئ من عبد العالي المحمدي. 1-0 للكتيبه الوداديه في الخمس دقائق الاولى. مشاهدي الكرام هاي الصوره، الخروج خاطئ من عبد العالي المحمدي وبالراس وليد الكارتي. هو اللي بدا مشوار الهجمه، هو اللي بدا مشوار هذه العمليه. نعم ميشيل باباتوندي في التحضير واسماعيل الحداد في العرضيه، حتى في العلالي. عيد الكاس في العام، ممتازه فرصه. البركانيون يعدلون، البركانيون يعدون بسرعة. مشاهدينا الكرام هكذا كان التعديل، هكذا كان التعديل يا محمد يا فرحان. فرحان يفرح الجماهير البركانية. لم يتأخر نعم الفريق البرتغالي، لم يتأخر الفريق البرتغالي في التعديل. هكذا كانت الهجمة وهكذا كانت ردة الفعل. كرة في العمق مهية بشكل ممتاز، والمتابعة من محمد فرحان الذي يضع في مرمى احمد رياضة تاغناوتي. 1-1، بداية سريعة، بداية بريتم عالي جدا بين الفريقين. امين الكاس هنا لاباكوتش مرة اخرى، امين التحديث العمق، السلام على دقة التمريرة دون رقابة. محمد فرحان بتسديدة دقيقة جدا يهزم الحارس احمد رياضة تاغناوتي. 10 دقائق من نار مع السي اس اس. نرجع للمباراة من هذا المكان. عمر النمساوي سجل هدف رائع في مرمى السي اس اس، لكن الوداد هذا الوداد واقف 4 لاعبين. لو تتذكروا الهدف اللي سجله عمر كان واقف لاعبين على الجدار، لكن هنا أربعة. هذه أيضا النمساوي، هذه أيضا الكرة النمساوي. أما الكلمة ستكون لرضا تاغناوتي. عمر النمساوي سدد الهدف الثاني. يعود الكرة عمر النمساوي بعد الهدف العالمي في مرمى السي اس اس. هيا الفرصة تأتي لعمر النمساوي بعد خطأ دفاعي. تستقر الكرة في المرمى، بركان تتفوق بهدفين مقابل هدف واحد. البركان يتقدمون في هذه اللحظات عن طريق عمر النمساوي. هل يحتسب الهدف لعمر بنيران الصديقة؟ سنشاهد الإعادة مرة أخرى. الكرة التي تغارط أحمد رضا تاغناوتي في هذه اللحظات. يا لمن بداية هذه الجولة الثانية. شوف الإعادة مرة أخرى. عمر النمساوي قلت لكم بأن البركنة عنيدون جدا بأرضية ميدانهم. نعم بالخطأ لمست الجدار، بالخطأ لمست أحد المدافعين قبل أن تستقر في المرمى. هدفان مقابل هدف واحد للفريق البركاني. النمساوي الخطير والمشاكس والهداف عمر النمساوي، القوة الضاربة في الجهة اليمنى مشاهدي الكرام. ولكن هنا بحس الهداف، الكرات الثابتة وملك الكرات الثابتة بكل تأكيد، وملك الكرات الثابتة. ولكم في ذلك الهدف العالمي، ذلك الهدف نعم الأنطولوجي اللي سجله في مرمى السي اس اس في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. يا سلام عليك يا عمر. يا كابتن سيعطي الإشارة سعيدي والنايري وميشيل بابا توندي الإشارة. النايري تسديدة الجدار. عبد العالي محمدي على مرتين. النيجيري كان قريب من إدراك هدف التعادل على مرتين. الحارس عبد العالي محمدي يتصدى بصعوبة فريق الودادي. صعود مجموعة من اللاعبين، أتيحت العديد من الكرات الثابتة لفريق الوداد. اسماعيل الحداد يرفع للقائمة الثانية. فرصة تدخل من طرف المدافع الأوسط، تبقى ودادية في هذه اللحظات. فرصة جول.
الوداد لا يستسلم، الوداد يعود في النتيجة، هدف قرب الفرقة الودادية من النجمة الثانية، هدف قرب الفرقة الودادية من اللقب رقم 20. الوداد يرجع في النتيجة، الوداد يعدل النتيجة بلمسة دفاعية، أشرف داري يعيد الكفة مرة أخرى متعادلة 2-2 على بعد تقريبا 17 دقيقة من نهاية الوقت لا سوى. هناك تغيير في هذه اللحظات، الوداد اللي ضغط كثيرا، الوداد اللي ضغط كثيرا يجي بهدف التعادل لبارمن يوسف ودايو، ميشيل باباتوندي يعيد لمنطقة الجزاء ولمسة المدافع الأوسط هكذا حتى في الشبكة البركانية 2-2. مباراة مفتوحة بين الطرفين، الوداد بعد ما انهزم ب 2-1، بعد ما كان متخلف ب 2-1، داري نعم داري 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 يشعلها، داري يشعلها في مدرجات الملعب البلدي لبركان في مباراة مفتوحة ومباراة جميلة في جولتها الثانية بين الطرفين. يا سلام على أداء الفريقين، فريقان كبيران يمتعان، فريقان يستعرضان. إسماعيل الحداد يدخل، إسماعيل يوم الجمعة القادم إن شاء الله، بينما كرة وفرصة هنا لفريق البركاني، فرصة جول 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 جول. لاباكوتشو، هو لاباكوتشو يمنح الهدف الثالث لفريق البركاني، هربة التوغولي، لمسة التوغولي، يرفع هذه الكرة على حارس المرمى أحمد ريدا تاغلاوتي. 3-2 يتساوى مع محسن ياجور، يتساوى مع محسن ياجور، يتساوى مع محسن ياجور. ما فيش حد أحسن من حد، ياجور جلبا إلى جلب مع لابا كوتشو، هكذا قريب التوغولي، هكذا الحضور للتوغولي، يريد أن يفوز بلقب الهداف ولن يتنازل عن لقب الهداف مع تشجيعات الجماهير البركانية. غلطة دفاعية لما تغلط، لما تبطئ في عملية التدخل، هنا لابا كوتشو بسرعة تجاوب الإعادة، اللمسة من أمين كاس، يا سلام يا سلام على أسيست، يحط كرة من الكاس ولمسة الكبار، يرفع بهذه الطريقة، يرفع بهذه الطريقة، شوف البيشنيت الرايا، يا سلام يا سلام يا لابا، هداف من الطراز العالي جدا، شوف لمسة الكبار كيف رفع هذه الكرة على أحمد ريدا التاغلاوتي، ونرفز منك يا فوزي البنزرتي، نرفزت فوزي البنزرتي ويعرف تماما بأن الهدف جاء في وقت نعم صعب، وصعب للغاية على فريق